دلوقتي نروح معاكم لمتابعة أهم وآخر الأخبار الرياضية، نروح لفاطمة خليل. فاطمة. شكرا ليلى، ودلوقتي طبعا هنكون معاكم مع موجز الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ياو أنور لاعب الإسماعيلي حصل على رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري اللي جمعتهم امبارح. ميدو جابر صاحب هدف المصري في مرمى فاركو حصد جائزة رجل المباراة بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54. فريق الكرة بالنادي الأهلي اختتم تدريباته امبارح استعدادا لمباراة اليوم أمام بطل أثيوبيا في إياب دور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، واللي بيخوضها الفريق بدون ضغوط بعد الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 3-0. فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على نادي فاب الكاميروني بنتيجة 33-18 في إطار أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية اللي بتستضيفها الكونغو برازافيلا. الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول شارك في تدريباته لناديه قبل المباراة المرتقبة أمام توتنهام اللي هتقام بكرة السبت ضمن منافسات الجولة 7 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024. النجم المصري محمد النني احتفى بعودته من الإصابة والمشاركة في مباريات الجانرز بعد تواجده في لقاء برينتفورد اللي انتهى بفوز المدفعية بنتيجة 1-0 مساء الأربع ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة للموسم الحالي 2023-2024.